طيب احنا كده نقدر نبتدي المحاضرة بتاعتنا. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا جميعا بخير، ويا رب تكون امتحانات المترم عدت عليكم بصورة جيدة. إن شاء الله يكون البرفورمنس بتاعكم كان في أفضل حالاته، وإن شاء الله يكون المتبقي من السمستر اللي هو تقريبا 6 أسابيع أو 7 أسابيع برضو تبقوا إيه في أعلى بيرفورمنس كده، لأن خلاص بنقفل الفصل الدراسي، وبالتالي عندنا أعباء كثيرة ومهام كثيرة محتاجة إن هي تنجز بصورة جيدة يعني إن شاء الله، وإن شاء الله يبقى ختامها مسك يعني. طيب احنا هنبدأ المحاضرة بتاعتنا النهاردة، كويس، ودي أول محاضرة هنبتدي نتكلم فيها على مبادئ التصميم المعماري، أو في مبادئ التصميم المعماري آسف، هنبتدي نتكلم على عملية التصميم أو الديزاين بروسيس في حد ذاتها بتتم إزاي. الحقيقة إن اللي هنتكلم فيه النهاردة، رغم إن احنا هنتناوله من وجهة نظر التصميم المعماري، لكن في العموم فكرة الديزاين بروسيس هي فكرة، أو يعني الميثود اوف ديزاين بتبقى ثابتة أيا من كان المجال اللي أنت بتعمل التصميم في خلال من خلاله، يعني سواء كنت بتعمل ديزاين برودكت ديزاين آسف، أو كنت بتعمل فاشن ديزاين، أو كنت بتعمل حتى أحيانا بيبقى الأدفرتايزنج ديزاين، فكرة التصميم بتاعت إعلان معين، أو كلمة تصميم أو كلمة ديزاين في حد ذاتها، البروسيس عشان أوصل للبرودكت اللي أنا عايزه، كلها بتتم في نفس الإطار تقريبا، وفي نفس الخطوات اللي هنبتدي نتكلم عليها النهاردة. طيب لما نيجي نتكلم على الاركتكتشرال ديزاين بروسيس، هنلاقي ان الاركتكتشرال ديزاين بروسيس بتاع في العموم بتكون بتتم كالتالي. في البداية في حاجة اسمها بروبلم ديفينيشن، وغالبا وليس دائما، غالبا البروبلم ديفينيشن دي بتكون هي نقطة البداية اللي بتتم منها عملية التصميم المعماري. طيب كل مرحلة من المراحل هتكلم عليها بالتفصيل أكتر بعد ما نبص على الديزاين بروسيس في العموم، ولكن بريفلي كده، هو إيه البروبلم ديفينيشن دي؟ البروبلم ديفينيشن دي هو التعرف على هو إحنا عايزين نعمل إيه؟ وبنعمله ليه؟ وهنعمله إزاي؟ لما بيجي عميل يطلب منك إنك تصمم له مشروع معين، فالعميل ده بيكون عنده متطلبات انت بيبقى مطلوب منك انك انت تعرفها منه، فده problem definition. بيكون مطلوب منك انك انت تتعرف على شخصية العميل وعلى ثقافته وعلى بيحب ايه وبيكره ايه، فده problem definition. بتبقى عايز تعرف سلوك العميل ده في حياته شكله ايه، لانه بيؤثر على، طبعا لو كنا بنتكلم مثلا على private villa، لانه بيؤثر على شكل التصميم وطبيعة التصميم، لان هو هيمارس حياته داخل الفيلا دي او داخل الوحدة السكنية دي، فده تبع problem definition. بيبقى مطلوب منك انك تعرف منه او من غيره مواصفات المكان اللي هينفذ فيه الفيلا دي، فده تبع البروبلم ديفينيشن اند سو اون. طيب يبقى اول نقطه عندنا هي نقطه البروبلم ديفينيشن. طيب النقطه الثانيه او المرحله الثانيه، اسف مش النقطه، المرحله الثانيه، ان انا بعمل داتا جاذرنج. الداتا جاذرنج دي او تجميع المعلومات بيكون كله بهدف الاستعداد لمرحلة التصميم اللي هتبدأ لسه، وكمان لاستكمال الأسبكتس المختلفة اللي هنتكلم عليها يعني بديتيلز أكتر شوية من البروبلم ديفينيشن بعد شوية. طيب يبقى في الداتا جاذرينج أو في الداتا كوليكشن، كويس، مطلوب مني إن أنا ألم كل المعلومات المختلفة المتاحة عن
التوبيك اللي انا او البروجكت اللي انا مطلوب مني ان انا اعمل له ديزاين، او على البرودكت اللي انا مطلوب مني اعمل له ديزاين. يمكن احنا بدأنا الموضوع ده على استحياء كده، لما جيت قبل امتحانات الميدترم في اخر محاضرة لينا، رحت قايل لكم المشروع وقلت لكم انا بقول لكم المشروع بس عشان تبدأوا تتفرجوا. دي في حد ذاتها هي داتا جيذرنج، انك بتتفرج على المشروعات المشابهة، دي داتا جذرينج. لما بتبتدي تقول انا هختار التوبيك الفلاني هو ده اللي هعمل المشروع بتاعي عليه، او اللي هو السوشيال بيهيفير هو ده اللي انا هعمل المشروع عليه، فانت بتبتدي تقرا اكتر او بتبتدي تطلع اكتر عن الاسبكت السوشيال اسبكت اللي انت هتتكلم عنه ده، فده عباره عن داتا جذرينج. بعد ما بعمل البروبلم ديفينيشن والداتا جذرينج، ببتدي بعد كده اعمل جنريت للايديز او الكونسبتس بتاعتي. وليتر شويه هنبقى بنعرف ايه الفرق ما بين كلمه كونسبت وايديا، لان دي حاجه ودي حاجه تانية. الكونسبت يختلف عن الايديا، فانت بتجنريت كونسبتس اند ايدياز عشان هي دي الفكره اللي هتبتدي تشتغل التصميم بتاعك عليها. طيب بعد ما تبتدي تعمل جنريت للكونسبتس والايديا، الحقيقه الكونسبتس والايدياز بتوعك بيكونوا في صوره مش ماتيورد قوي، ما بتكونش بصوره سوليد، بتبقى في البدايه كده هي عباره عن فكره مطلوب مني ان انا ابتدي اعمل لها تطوير. التطوير ده معناه ايه؟ معناه ان انا ببتدي احسن الفكرة بتاعتي بيزد على المتطلبات اللي انا طلعتها في البروبلم ديفينيشن، وبيزد على الديتا اللي انا عملت لها جاذرينج او ان انا جمعتها. الكلام ده هيظهر اكتر شوية لما نبتدي نخش في الدايرة دي ونبتدي ناخدها حتة حتة كده، نبتدي نتعامل معاها ونفهم المفروض ازاي بنشتغل عليها. طيب بعد ما انت طورت الفكرة بتاعتك ونظريا وصلت بيها لأكتر صورة صوليد، اقدر ان انا ابتدي بعد كده الصورة دي اعرضها على الاخرين. العرض على الاخرين دي اللي هو احدهم بيكون العميل، لكن ليس بالضرورة انه هو فقط العميل. الغرض منه بيكون ان انا ابتدي اخد اراء الاخرين تجاه الشيء اللي انا عملته ده، ابتدي اخد فيدباك منهم. الفيدباك ده دايما بيكون العين الاخرى، بخلاف عيني كمصمم، العين الاخرى بتقدر تشوف اشياء انا ما كنتش شايفها، فبالتالي تبتدي توجه لي عملية نقد. خلي بالكم ان عملية النقد دي ليس بالضرورة معناها، عشان الناس ساعات بتلخبط في الكلام ده، ليس كلمة نقد مرادفة لكلمة ذم او كلمة ذكر مساوئ، لا. النقد معناها ان انا بذكر المحاسن أو النقط الجيدة، وأذكر النقط السيئة، وكمان أذكر مقترحات للتطوير ومقترحات لتعزيز النقط الكويسة. يعني النقط الكويسة اللي عندي في المشروع إزاي أعمل لها maximization، إزاي أقويها أكتر، إزاي أخلي تأثيرها أكثر قوة، والنقط السلبية إزاي إن أنا أبتدي أعمل لها عملية إصلاح أو fixation، بحيث ان انا اضمن ان انا اقلل تأثيرها او الغيها خالص لو قدرت اعمل كده. فبعد ما باخد الفيدباك من الاخرين، ابتدي اعمل enhancement. انا بقى اخد الفيدباك بتاعهم ده على الشغل بتاعي، واقعد على الشغل بتاعي ده، وابتدي اعمل enhancement ليه الديزاين بتاعي. الحقيقة الديزاين بروسس ما هياش عملية منتهية. بمعنى ايه انها ما بتبقاش عملية منتهية؟ غالبا اثناء ما انا بعمل انهانسمنت، بكتشف ان انا محتاج اعمل ريديفاين لاحد الاسبكتس اللي انا كنت المفروض بعمل لها ديفايننج في البروبلم اثناء ما كنت بعمل بروبلم ديفينيشن. يعني مثلا انا لما خدت فيدباك لقيته الناس بتقول لي ايه ده، انت على سبيل المثال، طب وانت الجزء اللي انت مصممه هنا ده، او اللي انت في التكوين، الجزء اللي انت عملته بارز في التكوين بالمنظر ده، الجزء ده هتشيله ازاي؟
انا ما كنتش واخد بالي ان في ان الجزء ده ممكن يكون مش واضح طريقة الانشاء بتاعته هتبقى عاملة ازاي، فبضطر ان انا ارجع مرة تانية قبل البروبلم ديفينيشن ان انا ابتدي اعرف احتياجات تنفيذ التكوين ده او الشكل ده من الناحية الانشائية، وبالتالي ببتدي اعمل مرة تانية داتا جاذرينج عشان اشوف الناس عملت ايه في حلول انشائية مشابهة للمشكلة الانشائية اللي موجودة عندي دي، وبالتالي ابتدي الف في الدايرة دي كلها مرة تانية. الحقيقة الدايرة دي مش دايما، انا قلت لكم في البدايه most probably بدايتها بتكون من البروبلم ديفينيشن، لكن الحقيقه وهي طبعا المسار الطبيعي بتاعها هو المسار السايكليك ده اللي هو الدائري، ان انا كل مرحله بتسلم للمرحله اللي بعدها، لكن لما بنبتدي نشتغل بجد بقى بنكتشف ان لا، ده الحقيقه ان العلاقه ما بين كل مرحلتين هي عباره عن مرحله رايح جاي، هي علاقه رايح جاي. يعني ايه علاقه رايح جاي؟ يعني انا كنت بعمل بروبلم ديفينيشن فعرفت ان انا محتاج اجمع معلومات عن ايه، فبدات اجمع معلومات، فوانا بجمع معلومات لقيت حاجة تانية جديدة، مجموعات مثلا كنت بعمل بجمع مجموعات على بجمع معلومات عن مثلا المشروعات المشابهة، فوانا بلم المشروعات المشابهة لقيت ان في مشروعات معمولة في مثلا في وسط البحر، ومشروعات تانية معمولة في وسط الصحراء، ومشروعات تالتة معمولة كلها من نفس طبيعة المشروع من نفس نوع المشروع يعني معمولة على الجبل. طيب هو أنا المفروض ألم أنهي نوع من أنواع المشروعات عشان كمشروعات مشابهة؟ وأنا ما كنتش في البروبلم ديفينيشن سألت أسئلة الكافية عشان أبقى عارف هو أنا المفروض هشتغل الموقع بتاعي فين، فهروح راجع مرة تانية في البروبلم ديفينيشن عشان أعرف هو أنا الموقع بتاعي شكله إيه. فلما عرفت الموقع بتاعي رجعت تاني بدأت أكمل عملية مترجم لم المعلومات، وأنا بعمل الكونسبت جنريشن في وسط ما أنا بحط الأفكار وجت في دماغي فكرة قلت طب ما الفكرة دي حلوة، طب بس هي الفكرة دي في حد عمل زيها قبل كده ولا لأ، فرحت راجع مرة تانية للداتا كوليكشن أو وأدور على المشروعات المشابهة إذا كان الفكرة اللي أنا بقولها أو بقترحها دي كان فيه شبيه ليها. فالعلاقة ما هيش علاقة one way direction، لا الحقيقة هي علاقة تبادلية بدناها رايحة جاية جوه دماغي، وأثناء البروسس بتاعة العمل دايما العلاقة بتكون الانتقال من نقطة للتانية هو علاقة ترددية، بدني أروح واجي أروح واجي أروح واجي ودني أروح واجي، مثلا لو كنت ما بين الconcept generation والdevelopment أدني رايح جاي ما بين الأفكار اللي أنا بطلعها وأعمل لها تطوير وأروح تاني أطلع أفكار تاني وأعمل تطوير تاني، ودني رايح جاي إلى أن أصل إلى حالة من الساتسفاكشن، حالة من الرضا للوضع الحالي اللي أنا فيه. خلي بالك المعماري دايما عمره ما بيصل إلى 100% ساتسفاكشن، دايما بيكون في حاجة اسمها إن أنا وصلت لمرحلة من مراحل ساتسفاكشن هكمل وبعد كده أرجع مرة تانية أبقى unsatisfied. فتاني أدني رايح جاي ما بين الconcept generation والideas وما بين الideas development أو تطوير الحلول إلى أن أصل إلى حالة من حالات الساتسفاكشن اللي هو عايز ابتدي اطلع بقى الشغل ده برايا عشان ناخد فيدباك من الناس، اروح ابتدي اعمل برزنتيشن للناس اخد منهم فيدباك، الفيدباك اللي قالوه اظهر لي بعض النقاط اللي كانت محتاجة دراسة أكتر، فأرجع تاني لمرحلة التطوير للأفكار وهكذا. فالعلاقة دايما ما بين كل مرحلة والتانية هي علاقة ترددية رايحة جاية ما بينهم وبين بعض. طيب قلت لكم في البداية ان الديزاين بروسس دي الحقيقة بدايتها بتكون او في معظم الاحيان بدايتها بتكون من البروبلم ديفينيشن، لكن حقيقة الامر وفي حالات كثيرة جدا بتكون البداية نقط تانية غير البروبلم ديفينيشن. احيانا ببدأ ألم معلومات قبل ما اعرف هو ايه طبيعة المشروع او ايه المشكلة اللي عندي بالظبط، واحيانا بطلع افكار
كويس او كونسبت، ببدا بمرحله الكونسبت من قبل حتى ما اعمل مرحله البروبلم ديفينيشن او الداتا كولكشن، واحيانا بعمل تطوير للفكره من قبل ما يكون عندي فكره. طبعا ممكن واحد يقول لي ازاي يعني الكلام ده؟ الحقيقه الجزء ده بيبقى بيختلف طبعا لمدى خبرتك، بيختلف طبعا لطبيعه المشروع اللي موجود تحت ايدك او اللي انت داخل فيه، بيختلف طبعا للحاله اللي هي بيمثلها المشروع. فمثلا انت بتقرا الجورنان، فوانت بتقرا الجورنان لقيت تايتل كده بيقول لك ايه، بيقول لك ان الدوله بتفكر في ان هي تعمل مشروع متحف لام كلثوم. ده تايتل كويس، انت ما تعرفش اي حاجه عن المشروع، ولا تعرف مكانه، ولا تعرف متطلباته، ولا تعرف اي شيء، بس انت انترستد في المشروع ده، فرحت جاي فقلت لما هينزل المسابقة أنا هشترك فيها، فأنا نويت إن أنا أستعد من دلوقتي، فأنا بعمل كولكتنج للديتا، بجمع كل حاجة اتقالت عن أم كلثوم، بجمع كل تاريخ حياتها وبقرأ عنه، بعمل ده داتا، أنا عمال أجمع داتا. صحيح الداتا مش كاملة لأن لسه ما عملتش البروبلم ديفينيشن، وهو ده السبب في إن أنا كنت بقول لكم إن أحيانا بضطر أرجع من الداتا كولكشن أرجع تاني للبروبلم ديفينيشن أند سو أون. كويس، أنا هنا عمال أجمع داتا رغم إن أنا ما عنديش definition للبروبلم من أساسه. تمام، لا طب واحد تاني أرى نفس التايتل اللي أنا كنت بتكلم عليه دون وإن هيتعمل متحف لأم كلثوم، فعلى طول وهو بدأ يتفاعل مع الفكرة دي فبدأ يضع أفكار لإيه قيم، يعني ايه الفكره اللي ممكن يبني عليها مشروع لام كلثوم، فبدا يحط يجي في دماغه افكار وخيالات و كونسبتس وايديز لمشروع زي ده اللي هو اسمه هيبقى اسم مشروع متحف ام كلثوم، ايه الفكره اللي ممكن انه يعملها، ويبتدي بقى يجنريت سواء فكره فلسفيه او كانت فكره تشكيليه او كانت واتيفر الفكره اللي هو بيفكر فيها. كل ده بدا بيه، بدا يعمل الموضوع ده، بدا يحط افكار قبل ما حتى يقعد يقرا على ام كلثوم اللي هو الداتا جيذرينج، او قبل حتى ما يعرف هي الدوله عايزه ايه بالظبط، ولا مساحه المشروع ايه، ولا اي حاجه. وبعد كده ده بيكون موجود كويس، الفكره بتدنها موجوده في الباك مايند عنده، وبعد كده يرجع مره تانية رغم انه بدا من هنا يقول اه الفكره بتاعتي كده، طب انا هبتدي الم داتا، طب ما تخلينا نعرف شويه اكتر بعد ما كان في فكره معينه في دماغه بس لسه مش هيقدر يطورها طبعا دلوقتي كويس، فيرجع يلم داتا، وبعد ما رجع يلم داتا عمبال ما نزل التي او ار بتاع المسابقه اللي هو متطلبات المشروع، فبدا يعمل بروبلم ديفينيشن، ثم بعد كده رجع يكمل الدايرة بتاعته كاملة. طيب أحيانا بطريقة تانية إنه يجي يبدأ من الديفلوب سوليوشنز، الديفلوب سوليوشنز دي بتكون إمتى؟ بتكون لما يكون عندي مشروع مشابه أنا بعمل له تطوير على طول عشان يفت مع متطلبات معينة. فبرضو نفس الفكرة، لو أنا برضو لقيت التايتل دون واللي هو إن الدولة هتعمل مسابقة لأم كلثوم، أروح أنا شايف هنا بقى ببتدي أنا عندي التي أو آر نزل، ما عديش بالداتا كوليكشن ولا اعدي بالكونسبتس، انا امسك المتطلبات العادية جدا اللي انا متوقع انها هتبقى مطلوبة، وابتدي مشروع كان قديم عندي او مثلا مشروع كان مشابه اتعمل برا انا موجود الداتا بتاعته عندي، بروح واخده وابتدي اطور فيه واقعد اطور في المشروع ده، وبعد كده اعرض على الناس الفكرة اللي موجودة او بدليل بمنطق اخر اخد المشروع اللي كان حد تاني عامله. فلنفترض ان كان مشروع معمول مثلا لألفيس بريسلي كويس، متحف لألفيس بريسلي، فانا رحت واخد المشروع ده ورايح للناس اللي بتطلب انها يتصمم مشروع لمتحف لأم كلثوم، واقول لهم في مشروع اهو كان معمول لشخصية معينة اللي هو في المثال اللي انا ضربته ده كان ألفيس بريسلي، تعالوا كده ندرسه مع بعض، تعالوا ندرسه مع بعض ونشوف المشروع ده فيه ايه حلو وفيه ايه وحش،
وإيه منه يتناسب مع متطلباتكم وإيه منه لا يتناسب ومحتاج إنه يتعدل، فآخد الفيدباك دوم وبعد كده أرجع مرة تانية أخد الدايرة بتاعتي وابتدي أتحرك فيها. فنقطة البداية بتاعت الديزاين بروسيس قد تختلف تبعا لشخصية المهندس المعماري وتبعا لطبيعة المشروع وتبعا ل الحالة اللي بتاعت المشروع اللي بنتكلم فيه. لكن الموست كومن هو ان انا ببدأ بالبروبلم ديفينيشن وبعد كده ببتدي الف الدايرة بتاعت من البروبلم ديفينيشن للداتا كولكشن للكونسبت جنريشن للديفلوب اوف سوليوشنز للفيدباك، ان انا اخد فيدباك من الاخرين ثم اكمل مرة تانية اعمل انهانسمنت مرة تانية للدايرة دي. غالبا دايما لما بيشرحوا الدايرة بتاعت الديزاين بروسس دي انها ما بتبقاش دايره 2D، لا هي بتبقى دايره في 3D، بمعنى ان هي مش سايكليك، هي مش دايره، لا هي سبايرال. ليه؟ لانك انت لو افترضنا حتى انك انت بدات بالبروبلم ديفينيشن وبعد كده جمعت داتا، طلعت افكار، طورت افكار، عرضتها على الناس، خدت منهم فيدباك، الفيدباك ده بدات تشتغل عليه عشان تعمل امبروفمنت، لقيت نفسك محتاج تعمل ري ديفايننج البروبلم، فرجعت لنقطة البروبلم ديفينيشن، عمرك ما بترجع ليها في نفس المستوى، انت دايما وصلت المرحلة أرقى من المرحلة اللي كنت فيها في قبل كده. فلما رجعت لفيت ورجعت للبروبلم ديفينيشن مرة تانية، المستوى المعرفي اللي عندك ومستوى الأفكار اللي في دماغك بقى أرقى من النقطة رقم واحد اللي انت بدأت عندها، وبالتالي انت أثناء دورانك في الدايرة دي، أثناء انتقالك من نقطة للتانية، الحقيقة انت عمال يحصل لك السندنج، انت عمال ترتقي، عمال تطلع لفوق، وبالتالي بيتقال عليها دايما ان هي دايرة سبايرل وليست دايرة سايكليك، ليست سيركل في الـ 2D، لا هي في الـ 3D دي عبارة عن سبايرال، انت عمال تعلى طول ما انت بتنتقل من نقطة للنقطة التي تليها. طيب لما نيجي نتكلم على اول مرحلة وهم دايما بيبقوا شغالين مع بعض اللي هي البروبلم ديفينيشن والداتا جيذرينج، عايزين نفهم اكتر شوية البروبلم ديفينيشن والداتا جيذرينج دول هم ايه اللي بيتم فيهم وايه الهدف بتاعهم. لما نيجي نبص على المرحلة بتاعة البروبلم ديفينيشن والداتا جيذرينج، الحقيقة هم خمس أسئلة رئيسية بستخدمهم عشان أدفين البروبلم اللي عندي وبجاوب عليهم من خلال، بجاوب على الخمس أسئلة دول من خلال إن أنا ألم المعلومات الكافية للإجابة على الخمس أسئلة دول. الخمس أسئلة دول اللي هم الـ what, where, who, how and why. What, who, how, why and where. طيب ايه الخمس اسئلة دول؟ نمسكهم واحدة واحدة. لما نيجي نتكلم على في البروبلم ديفينيشن، I will ask who is the user، هو مين اللي هيستخدم المشروع ده؟ مين اللي هيستخدم المشروع ده؟ معناها ان انا عايز ابقى عارف كويس قوي السلوك البشري او السلوك بتاع الممارسة اللي هيحصل داخل المكان دون. فلو كنت بتكلم مثلا على فيلا، فانا عايز اعرف العميل بتاعي العيلة بتاعته شكلها ايه، بتحب ايه وبتكره ايه، هما كم طفل، هل هم مثلا الاولاد يعني ولاد وبنات ولا اولاد بس ولا بنات بس، طب فروق السن ما بينهم وما بين بعض، طب هم بيصحوا الباترن بتاع الحياه بتاعهم شكله ايه، عشان كل ده بيأثر في تنظيمي وتصميمي للفراغات الداخليه بتاعه المبنى، او هيأثر لما ابتدي اصمم. ده حاجه كده شبه لما تروح لترزي عشان يفصل لك فستان او يفصل لك بدلة، فياخد مقاساتك عشان هو هيفصل لك حاجة على مقاسك انت، ما ينفعش حد تاني غيرك يلبسها، فلو في اي دفوهات في جسمك، رجل اطول من رجل مثلا او تخين في حتة شوية ورفيع في حتة شوية،
ازاي ياخد المقاسات بحيث ان اللي هيصممه يبقى فيتنج عليك انت بالظبط مش على اي حد تاني. طب لو كنا بنتكلم على مشروع بابليك ما هوش مشروع برايفت، يعني ايه؟ يعني مثلا بتكلم على زي مثلا الكيس بتاعت المشروع اللي في ايدينا، ان انا بتكلم على مشروع الناس هتبقى بتخشه. هنا مين اليوزر بقى؟ انا بتكلم يا ترى اللي هيخش جوه الفراغ اللي انتوا هتصمموه ده، هل انا بتكلم على اطفال مثلا؟ ما خلي بالكم ان ممكن يبقى التارجت بتاعي ان المشروع ده اللي بيخشوا اطفال، الاويرنس بعمله الاطفال، فمين اليوزر؟ الاطفال ولا ادلتس؟ طيب هل هم ادلتس لهم ثقافه معينه فلازم ابقى بخاطبهم بطريقه معينه؟ هنا اخاطبهم دي مش مقصود بيها اللغه اللي بستخدمها، لغه الحديث والحوار، لا، لغه المشاعر، لغه الاحساس اللي بنقله لها. احيانا لما هتاخدوا ان شاء الله تأثير الالوان ومحاضرات الالوان، محاضره الالوان اسف، هتعرفوا كويس قوي ان الثقافات بتختلف تأثرها بالالوان باختلاف الثقافه. يعني الالوان لها مدلول في ثقافه كل الشعوب، فاللون الاصفر في ثقافه مثلا الشرق الاوسط مدلوله يختلف عن اللون الاحمر الاصفر في ثقافه الشرق الاقصى. الكومباينيشن اللي اسمه الريد اند جرين كالرز على مع بعض في الثقافه الغربيه له مدلول، وفي الثقافه الغير غربيه اللي هي الشرق اوسطيه غير له مدلول تاني، اند سو اون. وبالتالي انت بتخاطب مين وثقافته شكلها ايه عشان تعرف تخاطبه. هنا ده مقصود بكلمه تخاطبه، ثقافته شكلها ايه، فازاي تستخدم مفردات تخاطب بيها مفهومه هو وثقافته هو دماغه هو. فدي عند الهو. لما نيجي نتكلم عند هواي، هو احنا بنعمل المشروع ده ليه؟ ايه الاكتيفيتيز اللي هتبقى موجوده جواه؟ ايه الوظائف اللي هتتحط جواه؟ هو هيخدم مين؟ واللي بيخدمهم دول عايزين ايه؟ عايزين لو برايفت فيلا مثلا، عايزين 3 اوض نوم، وعايزين دايننج كبيره ولا دايننج صغيره، عايزين مطبخ، عايزين حمام، عايزين الاكتيفيتيز اللي هم هيمارسوها جوه، ايه احتياجاتها؟ ده واحد بيشتغل جوه البيت وبالتالي هيحتاج، هل انت محتاج مكتب ولا محتاج ركن للشغل لكن مش محتاج مكتب منفصل، ام سو اون. يبقى انا بعمل المشروع ده ايه الوظيفة اللي مطلوب من المشروع ده انه يؤديها؟ يبقى ايه سلوك الشخص جوه هذا المشروع؟ ايه الوظيفة اللي هتؤدى داخل هذا المشروع عشان اقدر احدد المتطلبات او المعايير التصميمية بتاعت الوظيفة دي؟ انت هتبني فين؟ الموقع بتاع المشروع ده فين؟ ايه المتاح في الموقع ده؟ شكل الارض، شكل التوبوجرافي اللي هو الكونتور اللي موجود فيها، في فيو ولا ما فيش فيو؟ الشمال في انهي اتجاه؟ ويا ترى بيجي لك هواء محبب او رياح غير محببه في اوقات امتى في السنه وهكذا. يبقى ده اللي هو ما له علاقه بانت هتبني فين المشروع بتاعك ده. هتبني المشروع بتاعك ده within context low character، مثلا رايح تبني في مصر قديمة في شارع المعز مثلا، ففي character معينة موجودة فلازم تتأثر بالcharacter دي عشان تبقى homogeneous معاها، تبقى in harmony معاها في التكوين بتاعك، يبقى in harmony معاها. ولا انت رايح تبني في التجمع مفيش character من أساسه موجود مسيطر هناك وبالتالي انت حر، ولا رايح تبني في وسط البلد مثلا في شارع الزمالك في منطقة الزمالك اسف في جاردن سيتي، ففي او في المعادي في كاركتر معينه موجوده مهم جدا انك لما تيجي تصمم تبقى المبنى بتاعك لما يفت جوه الكونتكست ده. فكل ده تحت مسمى وير تو بيلد. وات تو بيلد، هتبني ايه؟ ايه اللي انت ناوي تبنيه؟ اللي هتبنيه ده الناس اللي قبلك عملوا ايه؟ ايه المشروعات المشابهة عشان تبقى انت عارف التانيين عملوا ايه؟ فتبقى بالنسبة لك as a solved example او examples بقى solved examples لو انت جبت مشروعات متعددة. وعشان احنا زي ما هنقول كمان شوية غرضنا دايما ان احنا نشوف الناس التانية عملت ايه ونختلف عنهم باننا نقدم شيء جديد، وهي دي دايما مشكلة المهندس المعماري. طيب how to build
برضو من ضمن الحاجات الكونستراكشن سيستم اللي انت ناوي تستخدمه، هو ايه اللي متاح بالنسبه لي بالنسبه للمكان وبالنسبه للتكلفه اللي الشخص ناوي يدفعها وبالنسبه لطبيعه المشروع ده وانواع الاستراكشر المناسبه معاها. فده من ضمن الحاجات اللي بتبقى مهم جدا ان احنا نتعرف عليها، الكونستراكشن تكنولوجي المناسبه لمثل هذا المشروع. الحقيقة الخمس حاجات دول بالداتا اللي أنا جمعتها باخدهم كده وأبتدي أطلع حاجة اسمها Space Program، والSpace Program ده ببتدي أطلع منه حاجة اسمها Adjacency Matrix أو مصفوفة التقارب، والAdjacency Matrix ده بطلع بيها حاجة اسمها Bubble Diagram، والBubble Diagram ده بيكون نهاية مرحلة المرحلة الأولى أو المرحلة التحضيرية أو المرحلة التجهيزية للمشروع. إيه الثلاث حاجات دول؟ إيه الSpace Program والAdjacency Matrix والBubble Diagram؟ بعد ما بجاوب على الأسئلة الخمسة دول بكل معطياتهم وبلم كل الديتا دي، ببتدي أقول إذن المشروع ده مطلوب فيه على سبيل المثال اللي قدامنا ده سبيس بروجرام بتاع كلية، تمام، الكلية دي مطلوب فيها مركز دراسات وبحوث، مطلوب أقسام كلية، مطلوب وكيل كلية، وكل واحد من دول تحت الإدارات المختلفة في الكلية. طب دول عبارة عن تايتلز، طب التايتلز ده اللي هو بنقول عليها ايه اللي هو السبيس بروجرام لسه بنحطه، كويس، دي تايتلز. التايتلز دي ما تفيدنيش انا كمهندس معماري، لكن ما تفيدنيش مبدئيا كده بوضعها ده كمهندس معماري، لكن لازم ابقى عارف المشروع ده عايز ايه بالظبط. هو عايز كل التايتلز دي، لازم لو كنت بتكلم على فيلا، دايما برجع المثال للفيلا لانها حاجه قريبه بالنسبه لنا كده وفي دماغنا، يعني لازم مع العميل بعد ما جمعت كل الداتا دي ابقى عارف ان العميل عايز 4 اوض نوم، عايز 3 حمامات، عايز دايننج كبير، عايز مطبخ، عايز حمام خاص بيه، عايز حمام سباحه، عايز مكتب، كل دي تايتلز. بس التايتلز لوحدها مش كفاية، فببتدي اخد كل فراغ من الفراغات، كل تايتل من التايتلز اللي انا حطيتها دي، وابتدي احدد التايتل ده او الفراغ ده، كل تايتل ده يمثل فراغ، الفراغ ده هيشغله كم شخص. انا مثلا عندي 3 اوض نوم، طب ال3 اوض نوم دول مين اللي قاعدين فيهم؟ ده قاعد واوضه قاعد هي الماستر بيدروم، ففيها الاب والام واحتياجاتهم، واوضه قاعد فيها ولدين، واوضه قاعد فيها بنت واحده. يبقى كده عرفت مين اليوزر بتاع كل فراغ من الفراغات دي. طب اليوزرز دول محتاجين الاكتيفيتيز بتاعتهم محتاجه فرش شكله ايه؟ فمثلا بالنسبه لاوضه النوم الماستر ده هم محتاجين يبقى في عندهم طبعا السرير اللي بيناموا عليه، عايزين دولاب او عايزين دريسر، عايزين بتاع ده سيتنج كورنر كده ركن للقعاد وتناول الافطار، عايزين جزء يبقى فيه التلفزيون، عايزين هير دريسر، كل ده فرش. انا عمال اتكلم على فرش، بس الفرش هو ترجمه للوظيفه اللي هتمارس داخل الفراغ. لو بتكلم مثلا على الاوضه بتاعت الولدين، تمام، دول عايزين سريرين منفصلين ولا سرير واحد دبل، كويس، عايزين دولابين ولا دولاب واحد، عايزين مكتبين للمذاكرة ولا هم هيبقوا بيذاكروا في غرفة تانية للمذاكرة and so on. يبقى أنا بترجم كل فراغ لمين الناس اللي هتبقى عايشة جواه أو بتستغله أو بتمارس الحياة جواه، احتياجات الفراغ ده من ناحية الفرش إيه، وبالتالي كمان مساحة الفراغ المناسبة للفرش ده. لما نفتح كده كتب الديتا هنلاقي ان كل element من elements بتاعت الفرنيتشر لها حاجة اسمها ابعاد قياسية ولها مساحة لازم تكون فاضية عشان استغل الفراغ ده، استغل الفرش ده. فالدولاب له ابعاد قياسية، هو في حد ذاته كده كدولاب له ابعاد قياسية ما ينفعش يقل عنها. طيب حطيت الدولاب، طب انا عايز ابقى في مساحة فاضية قدام الباب بتاع الدولاب عشان اقدر افتح الباب بتاع الدولاب وامد ايدي او اوطي اخد الحاجة من جوه الدولاب في الجزء اللي تحت، يبقى في سبيس
لازم او مساحه لازم تكون فاضيه في حتت معينه حوالين الفرش عشان اقدر استخدمها. في ما ينفعش مثلا حد يجي يروح حاطط الحوض في الحمام، حاطط الحوض بحيث ان انا عشان ابقى واقف قدام الحوض استخدمه، ابقى واقف جنب الحوض، يعني لا مش واقف قدام الحنفيه، لا ابقى واقف من الجنب كده. ده معناها على طول اني ما وفرتش المساحه اللازمه لاستخدام الحوض اللي هي بنسميها الكليرنس سبيس، المساحه المناسبة لاستخدام الحوض قدام الحوض. يبقى بجمع المساحات دي كلها على بعضها على حسب الفرش، فأعرف منها إن محتاج أوضة النوم تبقى تقريبا كذا في كذا. ده مش من الفرش وبس، ده كمان من تحليلي للمشروعات المشابهة، اللي هو من ضمن الحاجات اللي أنا جبتها أثناء في الداتا جاذرينج. أنا جبت مجموعة من المشروعات المشابهة، فجيت رحت جايب الثلاث مش أربع مشروعات بتوع فيلات، أجي في كل فيلا فيهم أحلل هي أوض النوم مساحتها كانت كام. لقيت إن في الأمثلة اللي أنا جبتها كلها الأوض النوم بدل مش الماستر مثلا، المساحة بتتراوح من 12 ل 15 أو 16 متر مربع. يبقى ده الرينج بتاع مساحة غرف النوم بتاعت الأولاد. غرفة النوم الماستر المساحة بتاعتها بتتراوح من 15 ل 20 وهكذا. يبقى من خلال الفرش اللي مطلوب لمزاولة الأنشطة، من خلال التحليل للأمثلة المشابهة، من خلال التعرف على وجهة نظر العميل نفسه. تخيلوا انتوا كده مثلا، انت عملت كل الكلام ده فلقيت ان كل حاجة بتقول ان المساحة بتاعة المطبخ المفروض الرينج بتاعها من 5 ل 7 متر مربع. فانت بتتكلم مع العميل لما بتعرض عليه السبيس بروجرام اللي موجود ده، فمراته كانت قاعده معاه قالت لك لا 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 استنى استنى، انت بتعمل ايه 6 متر مربع ولا 7 متر مربع؟ دي ما ينفعنيش بحاجه خالص. كويس، انا بحب كده المطبخ يبقى شرح وكبير وواسع عشان ابقى قاعده فيه او بشتغل فيه براحتي. ما تقللليش المطبخ باي حال من الاحوال عن 12 متر 13 متر. فاصبح في معطى اخر دخل زيادة على المعلومات اللي انت كنت حللتها وجمعتها. لكن خلي بالك ان العميل في معظم الاحوال ما يقدرش يحدد لك مساحات، يعني ما ينفعش تعتمد وتقول لي طب ما خلاص بقى انا اروح للعميل وهو يقول لي على طول المساحات كام. لا، في كثير من الاحيان هو ما يقدرش يقول لك انا عايز اوضه النوم كذا متر، هو مش مدرك المساحه المناسبه قد ايه. فانت لازم انت تبقى عندك المينيمم ريكويرمنتس المتحدده والمساحات متحدده، وبعد كده بتعرضها على العميل، والعميل بيقول لك ان محتاج ان المساحات تكون كده مناسبه اللي تشوفه يا باشمهندس انت ادرى، او زي ما قلنا كده حاله الزوجه اللي تقول لك لا 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 انا كبر لي مثلا المعيشه العائليه اكتر من كده بكتير، كبر لي المطبخ واتيفر، صغر لي اوضه النوم الماستر، انا مش محتاجه الكلام ده كله، احنا ما بنقعدش في اوضه النوم دي اكتر من الست ساعات اللي بنبقى نايمينهم بالليل، لكن غير كده حياتنا بره كلها. على حسب بقى هم هيتكلموا معاك ويقولوا لك إيه. يبقى اول ما وصلت خلاص وتم اعتماد البرنامج السبيس بروجرام الوظيفي ده، انتقل للنقطه اللي بعدها اللي هي الادجسنسي ماتريكس. ايه حكايه الادجسنسي ماتريكس دي؟ ببتدي احدد العلاقات ما بين الفراغات المعماريه وبعضها. يعني ايه؟ انا الاول حددت مساحات وابعاد وفرش ومحتاجه ابتدي اقول هو انا لما هحط الفراغات دي جنب بعضها مين اللي المفروض يكون جنب مين ومين المفروض ما يكونش جنب مين. على سبيل المثال لو برضو اضرب المثال بالوحدة السكنية الخاصة، حتى لو كانت في شقة مش شرط فيلا، يعني هتلاقي دايما ان احنا بنقول في حاجة اسمها حركة للضيوف وحركة لأهل البيت. يمكن بيكون الأمر مش سهل إن احنا نحققه بصورة قوية في الشقق السكنية اللي هي بتبقى جوه عمارة، لكن في الفيلات ده شرط أساسي لازم تكون موجودة. مثلا كل ده مثال، ينطبق المثال اللي أنا بقوله ده على كل أنواع الفانكشنز المعمارية المختلفة. فأجي أقول مثلا إن حركة الزوجة أو الأم من المطبخ للماستر بيدروم للدايننج أثناء ما هي بتتحرك، الحركة دي مش المفروض أبدا إن وهي بتتحركها حد من الضيوف اللي قاعدين في الصالون يشوفها وهي بتتحرك.
إذن خلي بالك العلاقة ما بين الماستر بيدروم والصالون علاقة ممنوعة، ممنوع إنها تبقى موجودة، ما يتحطوش جنب بعض عشان لو تحطوا جنب بعض أثناء حركتها هتتشاف وهتبقى مجروحة. هنا ببتدي أكون الأدجسنسي ماتريكس بالإجابة على السؤال اللي أنا سألته ده، إيه العلاقة ما بين كل فراغ والفراغ الآخر؟ فباجي أعمل إيه؟ في طريقتين للأدجسنسي ماتريكس، إما أن أنا بعملها بطريقة على 45، إما أن أنا بعملها بطريقة المصفوفة الكاملة اللي هي الأفقي والرأسي. بعمل إيه؟ بروح هنا لو هبدأ باللي على اليمين ده اللي هو الأدجسنسي ماتريكس اللي هي ماتريكس كاملة، كويس، باجي أروح راصص الفراغات المختلفة اللي هو إحنا طلعناها من السبيس بروجرام اللي فات. عندي مثلا هنا دي كان مصنع صغير كده لتصميم وعمل بروتوتايب للعب، المثال اللي موجود قدامك ده. ففي عندك ريسبشن، وفي عندك كونفرنس هول، وفي عندك توي تيست اللي هو الفراغ اللي او المنطقه اللي بيتم فيها اختبار الالعاب، في عندك فراغ للصحافه اللي هو الميديا، ان انا لما بيجي يعملوا مؤتمرات صحفيه و والكلام ده. كل السبيسز بتترص هنا، وهي هيها تيبيكال بتترص هنا بنفس الترتيب، وبالتالي دايما هتلاقي فيه على الوتر ده كده في العلاقة ما بين الريسبشن والريسبشن اللي هو نفس الفراغ، فما فيش حاجة اسمها علاقة، فعشان كده بتلاقي الوتر فاضي بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. يجي بقى يجاوب على كل فراغ مع الفراغ اللي معاه. الكونفرنس هول ايه علاقتها بالريسبشن؟ ده لازم تبقى علاقة مباشرة، لازم الناس تخش من الريسبشن على الكونفرنس هول على طول، فعشان كده عمل ريبريزنتيشن للعلاقه المباشره بالدايره السوداء، وفي الكي تحت اللي هو ميجر ادجسنسي، دول لازم يكونوا قريبين من بعض. طب ناخد فراغ تاني مثلا، العلاقه ما بين الفراغ بتاع الصحافه اللي هو الميديا والريسبشن، فهو حاططها دايره بيضاء. دايره بيضاء دي معناها ايه؟ نوت كلوزلي ريليتد، يعني مش مهم قوي، يعني مش لازم ان يكون هناك علاقة مباشرة ما بين الصحافة والبهو بتاع المدخل. الماركتينج، الفراغ بتاع الماركتينج اللي هو فيه المسؤولين عن التسويق والريسبشن، العلاقة ما حصل لها يعني representation بالدائرة اللي هي نص سودة ونص بيضة، يعني في minor adjacency، يعني ممكن يبقى موجود بس مش لازم يبقوا قريبين قوي من بعض. في الاكس ما تحطش الحاجتين دول جنب بعض خالص، كويس، undesirable ما تحطهمش جنب بعض خالص، مثلا ما بين الموديل شوب والريسبشن، الورشة اللي بيتم التصنيع بتاع البروتوتايبس فيها والريسبشن، لا ده المكان ده الموديل شوب ده confidential، ده مش المفروض حد يطلع عليه، لان فيه الاسرار بتاعت او الحاجات اللي لسه بنصنعها عشان او بنعمل لها لسه تصميم يعني، فمش المفروض حد بسهولة كده يروح متسرسب وشايف الحاجات اللي لسه under construction، فاللعبة تتسرق الفكرة بتاعتها and so on. وبالتالي بعمل ما بين الفراغات المختلفة وبعضها زي ما احنا شايفين هنا كده، بعمل العلاقات المختلفة نفس الكلام اللي انا كنت بقوله على الadjustment matrix لو كانت على 45، باجي عند كل فراغ بقى اخد 45ات و45ات العكس، فاجي اقول هنا طبعا الميزه بقى ان انا ما بقتش اكرر. طبعا هنا خلي بالكم لو جيت على اليمين مره تانية، مثلا العلاقه ما بين الكونفرنس هول والريسبشن اتكررت مره تانية لما كان الريسبشن هنا مع الكونفرنس هول، يعني دايما حوالين المطر ده الخط دون اللي هو احنا اتفقنا انه هيبقى فاضي كانه مرايه، كل حاجه الميرور بتاعها تيبيكال. ليه؟ لان هنا كان الكونفرنس هول مع الريسبشن، بينما يعني تعالوا كده خليني أشخبط كده عشان تبقوا شايفين أنا بتكلم على إيه. هنا في العلاقة اللي هنا دي، العلاقة دي اللي هنا اللي هي العلاقة ما بين الكونفرنس هول والريسبشن، تمام؟ طيب نفس الكلام، ما هو الريسبشن موجود هنا أهو، موجود هنا خلاص، فالريسبشن مع الكونفرنس هول برضو العلاقة بتتكرر مرة تانية هنا. فالأدجسنسي ماتريكس الحقيقة اللي هي مصفوفة كاملة بتبقى فيها تكرار، فعشان كده الناس ما بتلجأش ليها كتير، أو حتى لو عملتها بتسيب أحد
النصين فاضي، ما بت ما ما بت ما بتملاهوش وبتكتفي بنص واحد فقط. او الاولى بقى انها بتروح شغاله على الادجاسنسي ماتريكس اللي هي على 45 اللي هي على الجنب دي. الريسبشن كل فراغ بنزل منه 45ات و45ات الناحيه الثانيه، فالعلاقه بتمثل مره واحده. بتمثل ازاي؟ مثلا الديزاين سبيس مع الريسبشن، خلاص هلاقي ان الديزاين سبيس اطلع على 45 كده مع الريسبشن اهو، يبقى المربع ده هو المربع اللي انا حاطط الليزر بوينتر عليه ده، هو اللي فيه هيمثل العلامه اللي فيه هتوضح لي شكل العلاقه ما بين الاثنين. فلاقي المربع فاضي اللي هو نوت ريليتد. طبعا ممكن بقى تعمل الشكل اللي هو المربع بالكامل متسود، المربع نص ونص او ربع او معمول فيه اكس، يعني ممكن تستخدم نفس السيمبلز اللي هنا تستخدمها هنا. اتس اب تو يو شكل السمبل ده، it's up to you. طيب بعد ما عملت الادجسنسي ماتريكس، بعد ما عملت التكوين ده كله، ابتدي اترجم كل فراغ لدايرة. ببتدي اتنقل بقى ان انا عايز اعمل البابل دايجرام، كل فراغ احوله لدايرة. الدايرة دي مهم جدا ناخد بالنا من التالي، ان الدايرة دي مهم ان النسب ما بين الدوائر وبعضها تناظر النسب ما بين المساحات المقترحة في البروجرام سبيس اللي أنا عملته. فلما أجي أحط الكونفرنس، الدائرة بتاعت الكونفرنس مثلا، كان الكونفرنس في السبيس بروجرام 100 متر مربع، طيب وعندي الغرفة بتاعت الصحافة البرس مساحتها 50 متر مربع في البروجرام في السبيس بروجرام، يبقى لما أحط الدائرة بتاعت الكونفرنس لازم مساحة الدائرة تبقى ضعف مساحة البرس. مش قصدي بالضعف ان انا ابتدي بالبرجل وارسمها مظبوط واحسب نص القطر، لا 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 خالص، بس في نفس الوقت ما اعملهمش دايرتين قد بعض، يعني ما اعملش ما اقولش الدايره دي والدايره دي، لكن الحقيقه ان التوي تيست المفروض ضعف البرس، لا لازم تبقى في نسبه واضحه كده فيجوالي اقدر اشوفها ما بين الدايره والدايره تقول لي اه ده الكونفرنس اكبر من البرس يكاد يصل الى ضعف المساحة. فبترجم كل فراغ لدايرة، وغالبا او يفضل ان الدوائر دي تبقى سيبرت، محطوطة سيبرت. يعني ايه؟ يعني كل دايرة ارسمها واقصها على ورقة لوحدها، واروح واجي على ورقة بيضة قدامي اروح حاطط الدوائر دي زي ما انتوا شايفين كده، وافرغ العلاقات اللي هنا، دي علاقات اهي، كل دي العلاقات اللي انا حددتها افرغها في صورة خطوط. الخطوط اللي انا حاططها دي بتمثل مسارات الانتقال والحركة ما بين الكل فراغ والفراغ التاني in relation to اللي انا قلته قبل كده. فالكونفرنس مع الريسبشن علاقة قوية، فانا حاطط العلاقة القوية الريبريزنتيشن بتاعها شكله الخط التقيل ده. لو ما فيش علاقة خالص ما برسمش الدايرة، ما برسم يعني مثلا ما بين الديزاين وما بين الكوبي روم اللي هي الغرفة بتاعت النسخ والتصوير، ما فيش علاقة ما بينهم، خلاص مش هحط خط ما بينهم. يبقى ما برسم ما بين كل فراغ والفراغ التاني خط يمثل شكل العلاقة ما بينهما حسب اللي أنا عملته في الأدجسنسي ماتريكس. ألاقي نفسي إيه؟ ألاقي الدنيا متقاطعة بالمنظر اللي احنا شايفينه ده، ألاقي الخطوط عمالة تتقاطع بالمنظر ده. فاروح عامل إيه؟ أبتدي أحرك الدوائر وغير الترتيب بتاعها. الغرض الرئيسي من تغيير إن أنا أمنع التقاطعات اللي حصلة دي، ما ينفعش يبقى في عندي تقاطعات بالمنظر ده. فابتدي أغير أحرك الدوائر، أبتدي عشان كده قلت لكم كل دايرة تبقى على دائرة ورقة صغيرة كده لوحدها على قدها، وأبتدي كأنها مكعبات أو ليجو بس 2D بعمل أحركه. أحرك الدوائر وأبتدي أوجد العلاقات، ألاقي لا مازال فيه تقاطعات، أغير الدوائر مرة تانية ألاقي أدني بقى أحرك الحركة اللي أنا عمال أعملها دي كلها إلى أن أصل في النهاية إلى علاقات ما فيش فيها تقاطعات. يبقى عرفت ان الفانكشن دي مكانها بالنسبة لبعض هيكون حاجة شبه اللي احنا شايفينه ده. كل ده انت ما عملتش التصميم، خلي بالكم من النقطة دي مهمة جدا. كل ده انا لسه ما بدأتش التصميم بتاعي، لا امال احنا بنعمل ايه كل ده؟ بنستعد عشان نخش في مرحلة تصميم التصميم المعماري. كل ده problem definition
وداتا جيذرنج، كويس؟ الاتنين مع بعض انا عمال اقول في النهاية الحل هيكون محتاج ان انا لما اوزع الفراغات وبعضها اكون تكون الفراغات علاقاتها كده مع بعض، لان التوزيع ده العلاقات دي هي اللي بتترجم الادجسنسي ماتريكس اللي انا عملتها هنا، هي اللي بتترجم العلاقات اللي انا حددتها اثناء في الادجسنسي ماتريكس بتاعتي. بدل وصلت خلاص لمرحلة ان مفيش اي عملية انتقال بتخترق فراغات أخرى أو بتقطع مسارات حركة أخرى. وانس إن أنا وصلت للجزء دون، خلاص وصلت ليه، طبعاً في بعض الاعتبارات الأخرى مش هخش فيها دلوقتي، الترم الجاي في المحاضرة في التصميم 2 هنتكلم في الاعتبارات الأخرى كده. أبقى وصلت زي ما قلت لكم ليه الادجسنسي، الفراغات دي المفروض تكون علاقتها مع بعضها شكلها ايه، فابتدي بعد كده ادخل في مرحلة generate concepts او في مرحلة بداية وضع الافكار وبداية وضع الحلول التصميمية. بس قبل ما نكمل هنقف ناخد بريك دقائق وأشوف أسمع منكم لو في عندكم أي تساؤلات سريعة، لو في أي حد عنده سؤال يرفع إيده، بس خلونا إيه يعني نحاول قدر الإمكان تبقى أسئلة سريعة متوقف عليها فهمكم، وهفتح طبعا الأسئلة مرة تانية في الآخر، ولكن دلوقتي عشان بس ما نبقاش ايه واخدين فترة طويلة قوي وقد يكون في سؤال او اكتر محتاج ان انا اجاوب عليه. اتفضل يا حسام. إيه لو سمحت يا دكتور، هو انا ليه بمنع العلاقات اللي هي الخطوط اللي بتتقطع دي؟ هل دي مش ممكن اعملها كزي طريق مثلا بيعدي بين الاوض او بين الفراغات دي؟ عشان زي ما اتفقنا، ما هو مش اتفقنا ان عمليه لما اقول ان انا عندي فراغات مختلفه وفي علاقات ما بينها وما بين بعضها، لو انت عملت ان الممرات الخطوط بتتقاطع ده معناها على طول انك انت سمحت بعلاقه غير مرغوبه. العلاقه الغير مرغوبه ايه؟ اللي هي على سبيل المثال انت وانت رايح المطبخ لازم تعدي، دخلت من من باب البيت تمام ومعاك اكل وشرب خلاص، عايز توديهم المطبخ، كنت شاريهم من بره يعني وعايز توديهم المطبخ، لو انت لو انت خليت الدايننج موجود في سكه الحركه من المدخل للمطبخ، ده معناه على طول ان الضيف اللي داخل اللي قاعد في الدايننج او الضيف اللي قاعد في الصالون اثناء حركتك وانت داخل المطبخ هو بيتفرج عليك وانت داخل وانت خارج، فلازم الحركة كلها تبقى حركة بيور ما فيش فيها أي تقاطعات. يعني دي بتوضح العلاقة مش بتوضح السيركليشن بتاع المكان. لا مش السيركليشن طبعا، دي علاقات. تمام، شكرا. تمام، العب في حسن. في حد تاني يا شباب؟ طيب كويس. طيب هنكمل، هنكمل بس هنعمل حاجة تاسك صغير كده برضو في ظل 5 دقايق اللي احنا واخدينهم بريك دلوقتي. الكلية بدأت نظام جديد، انتوا عارفين طبعا كان دايما بيطلب منكم ان انتوا تدوا فيدباك على الكورسز، المفروض ده كان بيحصل اخر السنة، احنا غيرنا النظام بقى بيحصل مرتين في السمستر، اخر السمستر اسف، بقى بيحصل مرتين في السمستر، بحيث ان لو في فرصة ان اي ملاحظة انتوا هتقولوها تتلحق من بدري، قبل ما يعني تتلحق من بدري دي مقصود بيها الست اسابيع اللي فاضلين او السبع اسابيع اللي فاضلين عشان نحسن البرفورمانس جوه يعني جوه في التيتشنج اكتيفيتي شويه، نحاول قدر الامكان انها يتم مراعاتها في السبع اسابيع اللي جايين. فاللي هيحصل دلوقتي كالتالي، انا هعرض عليكم على الشاشه بتاعه الشاشة دلوقتي، هعرض عليكم كيو ار كود، تقدر من خلال الكيو ار كود ده بالموبايل بتاعك انك انت تعمل له سكان،
او في لينك انا هحط برضو هيبقى مكتوب قدامك، وكمان انا اللينك ده هكتبه واحطه لكم في الشات، فانت لو شغال على الكمبيوتر هتقدر تاخده كوبي وتحطه في الويب ادرس عندك وتخش على الصفحة بتاعت الاستبيان. الميزة في النظام الجديد ده ان هو بيضمن لك انك انت ما بقاش محتاج انك انت تلوجين جوه السيستم، وبالتالي it's anonymous، ما انتش تراكد، لان البعض من كل الاسف بيبقى خايف ودايما عندكم النوشن بتاع او الاشاعة بتاع دول يا عم هيعرفوا ان انا قلت ان التدريس كان فيه مشكلة فهيستقصدوني. طبعا هو كلام اهبل وكلام عبيط، سوري يعني في اللفظ، بس هو كلام اهبل ومش حقيقي خالص. ولكن عشان برضو احنا دايما بنحاول ان احنا نشجعكم ان انتوا تقولوا رأيكم، فبقول لكم ان الموضوع ده انانمس. ولكن على الجانب الاخر اللي حاصل ده اسد الحقيقة، يعني ميزة عندكم ان انتوا يبقى عندكم دايما الحرية ان انتوا تقولوا رأيكم وبدون ما تبقى متخوف من اي شيء. ولكن اذا ما حدث اي abusing للسيستم، بمعنى ان حصل تجاوز انتم النقد عمره ما كان تجاوز، انك انت تقول ان في حاجة مش معجباك او ان في حاجة انت عايزها تبقى افضل او كلام ده كله، ده ما فيهوش تجاوز. لكن التجاوز انتم عارفينه ان احنا نخرج عن حدود الاداب، كويس؟ لو حصل اي تجاوز باي صورة من الصور هنغير السيستم مرة تانية ونرجع ان الموضوع انك انت هتبقى تراكد، وبالتالي هترجع مرة تانية عندك القلق ان يحصل تراكنج للرأي بتاعك، اللي هو انا بقول لكم ما بيحصلش، ولكن احنا بنحاول دايما ان احنا يعني نبقى بنساعدكم قدر الامكان في او بنشجعكم قدر الامكان في ان انتوا تقولوا رايكم وانتوا مرتاحين وانتوا بتقولوه. انا دلوقتي هفتح البتاع الاستبيان بتاع الماده لمده، هيبقى شغال لمده 5 دقائق فقط. تمام، ده الـ QR كود وده اللينك هحطه لكم على الشات، وهرجع الـ QR كود تاني بس هحطه على الشات دلوقتي عشان اللي عايز يدخل من خلاله. قدامكم 5 دقايق بالظبط تخشوا على اللينك لو سمحتوا وتدونا. طبعا احنا الفيدباك دلوقتي مرتبط بال7 أسابيع اللي فاتت اللي كان فيها تدريس مادة الـ Principles of Architecture Design. أول ما ال5 دقايق الكاونتر اللي قدامكم ده هينتهي، ال5 دقايق يخلصوا هنرجع نستكمل المحاضرة بتاعتنا تاني إن شاء الله. وهتلاقوا لو انا فاكر صح سؤالين او 3 مالتيبل تشويس وبرضو 3 أسئلة open end question تكتبوا فيها اللي انتوا عايزينه. طبعا التايتل بيسالكوا ايه احسن حاجه قابلتوها، ايه احسن اوحش حاجه عايزينها تتغير وتتغير ازاي and so on. هرجع لكم كمان شويه.
تمام، رجعنا احنا مع بعض دلوقتي. بفكركم كله ما ينساش يبقى يعمل سبميت للاستبيان طبعا بعد ما يبقى خلصوا. نرجع مع بعض تاني للمحاضرة بتاعتنا، و هنرجع تاني ان بعد ما انتهينا من عملية الـ problem definition والـ data gathering وحللنا وعملنا الـ bubble الـ adjacency matrix وعملنا الـ bubble diagram، كل ده بتروح جاي بقى ايه شايله كده على جنب وتبتدي تقول هو انا عايز اعمل ايه، انا عايز اعمل فكرة، ايه الفكرة، ايه الكونسبت، ايه الايديا اللي انا عايز ان انا اعملها. يمكن الحقيقة كل الجزء اللي اتكلمنا فيه قبل كده هو جزء شبه كده، عايز اقول لكم ايه، عارفين الـ 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 الشاعر لما يكون بيتعلم نحو وبلاغة ويقرأ شعراء كثيرين جدا ويحضر ندوات ويسمع لنقد بتاع نقاد لأعمال فنية وكل الكلام ده، هو كل ده بيعمله عشان يجهز نفسه إن يبقى لديه القدرة إنه يعمل قصيدة، لكن هو ما عملش لسه القصيدة. ودايما المعضلة الأكبر في عملية الإبداع إنه يطلع بفكرة قصيدة محدش قالها قبله، وإنه هو الفكرة بتاعتها يعني طبعا، وإنه هو لما يصيغ القصيدة دي اللي هي الفكرة اللي جت في دماغه يصيغها في تراكيب لغوية متميزة وجميلة. الحقيقة اللي انت عملته في مرحلة الـ problem definition والـ data collection كويس، ولحد ما وصلت للبابل دايجرام، تخيلها كده كأنك كنت عمال تتعلم، وإن كان المرة دي بتتعلم على سكيل المشروع فقط وليس على سكيل اللغة كلها زي ما بتتعلم النحو والبلاغة، لكن تخيلها كده كأنك بتستعد، لكن أنت لحد دلوقتي لسه ما عملتش القصيدة بتاعتك. قبل ما تعمل حتى القصيدة بتاعتك أنت لسه ما عرفتش إيه الفكرة اللي هتتكلم عنها، ايه الموضوع اللي هتتكلم عنه، انت لسه ما طلعتش كونسبت، ما طلعتش فكره للتصميم بتاعك. طيب هو المرحله دي يمكن اصعب مرحله واسوأ مرحله بتعدي على المعماري، واسوأ هنا من منطلق ايه، من منطلق ان هي بيبقى المعاناه العقليه والنفسيه فيها عاليه جدا. طيب ليه الكلام ده؟ تعالوا نتكلم الأول هو إيه التصميم المعماري أو إيه التصميم في العموم. الحقيقة إن التصميم هو عملية الغرض منها إن أنا أجاوب على سؤال، أو إن أنا أطلع حل المشكلة، أو إن أنا produce product تمام بيحقق لي غرض معين. عايز أصمم فيلا عشان الناس تسكن فيها، عايز أعمل لاند مارك عشان البلد تاخد المنطقة تاخد اللاند مارك كمعلم سياحي ليها، وبالتالي يبقى تتحط على الخريطة زي ما بنقول كده، زي ما مثلا انجلترا عملت اللندن آي اللي هو العجلة الكبيرة قوي شبه حالة الملاهي دي، ودلوقتي الامارات راحت عاملة اللي اكبر منها، فهي بتطلع برودكت عشان يحقق غرض. هو مش بيحل مشكلة، دبي ما كانش عندها مشكلة في الموضوع ده، لكن هي بتعمل برودكت عشان يحقق غرض، هنا الغرض السياحة كويس، او ان عندي مشكلة عايز احلها فاجي اروح اعمل تصميم معين لايواء محدودي الدخل في او ايواء المتضررين من السيول، فاعمل تصميم بطريقة معينة يبقى سريع التنفيذ ومقاوم للعوامل الجوية فهو solution لبروبلم، او answer question، واحد عايز بيعمل بيت هو مش مشكلة ولا أي حاجة، بس هو عايز يصمم البيت بتاعه، فأنت بتحمل له تصميم للبيت ده. فدايما التصميم هو عبارة عن process
الغرض منها تحقيق حاجة من الثلاثة دول، وقد يكون الثلاثة يعني على حسب طبيعة المشروع. ده التصميم في العموم. طيب يعني في الآخر أنا أقدر أقول إن أنا عندي هدف وعايز أحققه. طيب الهدف ده عشان أحققه الحقيقة عندي عدة وسائل. إما إن أنا أشوف الهدف ده اللي قبلية، الناس اللي قبلية حققته إزاي، وأجيب الوسيلة وهي تيبيكال أستخدمها. فقال لك مثلا إحنا عندنا مشكلة، الناس اللي بيوتها غرقت دي في السيول، أعمل لها حل إزاي؟ اللي قبلينا عملوا إيه يا عم؟ اللي قبلينا كانوا بيسكنون في خيام، خلاص سكنهم في خيام. يبقى أنا استخدمت الحل التقليدي المعتاد القديم، فجبت الحل القديم واستخدمته. هنا الديزاين بتاعي او البرودكت بتاعي هو روتين ديزاين، انا ما عملتش اي حاجة جديدة، انا جبت اللي عمله الاخرين واستخدمته. او اجيب اللي عمله الاخرين وادرسه وطلع كل مشاكله واقول ده المشاكل دي اعمل اتلافيها ازاي، بان انا اطور الروتين ديزاين ده، اطوره فاطلع ببرودكت جديد شبه القديم ولكنه منقح محدث بيتلافى مشكلاته. فهنا اصبح variant design، لاني غيرت في الفاريبلز بتاعه التصميم التقليدي لحل المشكلات بتاعته، فخليت التصميم اللي انا استخدمته هو variant design، هو تصميم منقح، تصميم محدث. الناس كانت بتستخدم الخيمة فجبت الخيمة، لا استنى، الناس كانت بتستخدم الخيمة فجبت الخيمة، بس قبل ما اجيبها ادرس ايه المشاكل. ده كانت المشاكل ان الخيمة الدنيا لما بتمطر الناس بتغرق جواها، لما كان منهم في كامب فمولعين نار، فالنار لما بتروح يطلع منها شرارة راحت حرق الخيمة وحرق الكامب كله. لا استنى، يبقى اطور الخيمة. اطور الخيمة ازاي؟ خلي الماتيريال بتاعتها ووتر بروف، بحيث ان الناس اللي هتخش جواها الدنيا لو مطرت المية مش هتخش لهم اطلاقا. طب والله كويس، ده احنا حسننا الاداء بتاع الخيمة. وخلي الماتيريال غير قابلة للاشتعال، هي تحترق ولكنها غير قابلة لإشعال النار يعني، فبالتالي لو النار مش هتتنقل من خيمة للتانية. ده احنا حسننا الخيمة. تالت حاجة، ده لما بيحصل أمطار الناس ما بتتبلش والناس وا 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 والكلام ده كله، بس طب ما هي الأرض كلها غرقت مية والمية ارتفعت فدخلت جوه الخيمة، طب يبقى اعمل بلاتفورز من الأسمنت أو الخرسانة بارتفاع 30-40 سنتي، وبعد كده حط الخيمة فوقيها بحيث ان المية لو مطرت مش هتغرق الخيمة، مش هتتبل الخيمة، والارض لو ارتفع منسوب المية اللي فيها برضو مش هتخش للناس اللي قاعدين جوه الخيمة. يبقى انا عملت enhancement ليه الحل التقليدي اللي اسمه الخيمة، فطلعت بvariant design. طيب او ان انا اعمل ايه، اجي اقول لا استنى، انا هاخد حل موجود حوالينا، الحل ده موجود حوالينا فعلا وبيستخدم، بس بيستخدم في حاجة تانية خالص، عمره ما استخدم في المشكلة بتاعتي، بس هو ينفع في المشكلة بتاعتي. ايه ده يعني؟ ازاي يعني عملت ايه؟ بص، مش احنا عندنا حاجة اسمها الكارجو كونتينرز، اللي هو صناديق الشحن الكبيرة اللي بتيجي على السفن اللي بتشوفوها محملة السفن بيها الكبيرة دي؟ طب ايه رأيكم ما تيجوا ناخدها ونفتح فيها شباكين وتبقى هي دي بدل الخيمة، فبقت ديورابل اكتر، بقت مش خايف انها تتحرق ولا خايف ان هي تتبل، بقيت اقدر احطهم فوق بعض، فبدل ما الخيمة دور واحد واقدرش احط فوقيها، لا ده انا اقدر احط الكونتينر ده، اقدر احط اتنين فوق بعض او تلاتة فوق بعض واحط سلم، يبقى بدأت اقدر او اعمل ارتفاع رأسي كمان.
ايه ده، ده انا بستخدم حل عمره ما كان بتاع المشكله دي، بستخدمه في حل المشكله دي، فاصبح عندي حاجه اسمها adaptive design، حل موجود، ما هوش حاجة جديدة اخترعتها، حل موجود بس بتاع حاجة تانية خالص، أنا جبته وعملت له adaptation، عملت له إعادة صياغة عشان يفت في المشكلة بتاعتي، فده بقى اسمه adaptive design. أو اخترعت بقى حاجة جديدة خالص، حاجة حل جديد أول مرة الناس تشوف الحل ده، سواء في المشكلة بتاعتي أو المشكلات الأخرى، عمر ما حد شاف هذا النوع من الحلول، وده بيسموه الأوريجينال ديزاين، ده تصميم ظهر لأول مرة، ولا ظهر لحل المشكلة دي، ولا ظهر لحل أي مشكلة أخرى من المشكلات. دول الأربع بدائل ما بيطلعش أي تصميم براهم، إما إن روتين ديزاين، أنت خدت الحل المعروف واستخدمته لحل المشكلة المعروفة، وهتلاقوا نفسكم كتير جدا بتعملوا الحكاية دي، مش انتوا بس، انا بتكلم المصممين المعماريين يعني، كتير جدا بيعملوا الحركة دي، ولما تيجي تقول له طب انت عملت ايه، قال يقول لك طب ما هو ده الحل، هو ايه اللي مطلوب يعني، ايه اللي مطلوب. الحقيقة ان اللي مطلوب ان اي مهندس معماري دوره دايما ان يبقى بيدور على حلول جديدة، تمام، فهو ده مش كويس، ده اسوأهم على الاطلاق، اضعفهم على الاطلاق، تمام. طب اللي افضل منه شويه الفاريان ديزاين، على الاقل انت خدت الحل القديم وعمال تطور فيه كل شويه، تلاقي ايه مشكلته فتحسنها، تلاقي ايه مشكلته فتحسنها، فده الفاريان ديزاين، انك انت خدت الحلول التقليديه، عملت انفستيجيشن لايه مشكلتها، حسنت الاداء بتاعها بانك انت عالجت المشكلات دي، فبقى الفاريان ديزاين. طب الافضل والافضل انك بدات توجد لي حلول جديده، الحلول الجديدة دي صحيح انت ما اخترعتهاش من عندياتك، يعني انت جبتها من مجالات تانية، من حتة تانية، زي ما اتكلمنا على حكاية الكونتينر كده، واستخدمتها لحل المشكلة بتاعتنا، فانت جبت حلول معروفة بس في مجالات اخرى للمشكلة بتاعتنا، فده الادابتف ديزاين. الاوريجينال ديزاين اللي هو زي ما اتفقنا كده، انت جبت حاجة اول مرة حد يشوفها في حياته، حل جديد تماما ما شفتوش قبل كده. دايما احنا بندور على ده الكرييتيف برودكت، سواء كان فيري ادابتيف ديزاين او اوريجينال ديزاين، الاثنين دول هم دول ما يطلق عليها الانوفيتيف ديزاين او التصميم المبدع. ما بنطلقش كلمة التصميم المبدع إلا على التصميمات اللي قدرت إن هي تبقى حاجة كده، الأقل منهم شوية هو الانهانسد برودكت اللي هو التصميم الجيد، تمام. التصميم الجيد هو التصميم اللي عالج مشكلات الآخرين ما خدهاش مشكلات الحلول المشابهة يعني، ما خدهاش بنفس مشاكلها وقال إيه ما هي كده شغلة طول عمرها، تمام. لا، أنا اشتغلت على مشكلتها وصلحتها. الروتين ديزاين هو التصميم اللي ما جابش أي حاجة جديدة، هو زي الباقيين. كل الكلام اللي احنا بنقوله ده نظري، ممكن يكون البعض فيكم لسه مش قادر يتخيل احنا بنقول ايه. تعالوا نشوف مثال كده لمسابقة. المسابقة كانت بتقول ايه، دي من مسابقات الافكار اللي كتير جدا بتطلع، المسابقات دي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بالظبط كده، ديزاين اللي هو ايه، عايز فكرة. فكانت التايتل بتاع المسابقة صمم مفتاح واللي بيفتحه. يعني ايه؟ يعني مش مفتاح لحاجة بعينها هو قايل لك عليها، لا لا، هو قال لك انت افترض حاجة معينة وصمم لها مفتاح، فصمم المفتاح، كان هو التايتل بتاع المسابقة كده، Design a key and what it opens، صمم مفتاح واللي بيفتحه. فعندنا هعرض عليكم دلوقتي مجموعة من الحلول التصميمية اللي الناس اتقدمت بيها. اول حل، واحد صمم مفتاح على شكل جيتار وقال المفتاح ده بتاع موسيقي فنان يعني بيلعب جيتار، فده بيفتح الأوضة بتاعته في المسرح. الراجل التاني صمم
بتاع ده، صمم أداة سماها بدل السويس نايف اللي هو لو عارفينها اللي هي اكيد يعني المطوه اللي فيها بتاعه الكشافه، اللي شبه بتاعه الكشافه اللي بتستخدم استخدامات كتيره جدا. هو صمم سويس كي. سويس كي ده هو قال عليه ده بيفتح كل حاجه الا الابواب، تمام؟ ما هو قال لك صمم مفتاح واللي بيفتحه، صمم الحاجه واللي بيفتح، فقال لك دي بقى بتفتح كل حاجه الا الابواب، فتفتح الأزايز البيبسي ماشي، تفتح الصناديق ماشي، تفتح الخطابات ماشي، تفتح الـ يعني تقطع الحبال فتفتح الحاجة اللي مربوطة بيها ماشي، تفتح المسامير تفك المسامير أو تقفلها ماشي، بتعمل كل الكلام ده. فده الحل التاني. واحد قال لا بصوا أنا هعمل مفتاح خاص بالناس الكفيفين اللي هم ما بيشوفوش. هم ايه مشكلتهم دول؟ مشكلة الناس دي ان هي لما بتيجي تدخل البيت بتاعها ما بتبقاش عارفة فين الخرم بتاع فتحة الباب اللي هو تحط فيه المفتاح، تقعد تدور 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 كده فترة طويلة. انا بقى هعمل ايه؟ انا هعمل لهم الخرم فتحة المفتاح. هنا التصميم كان مينلي جاي في الفتحة اللي بيخش فيها المفتاح الكي هول، يعني هعملها بارزة، وبالتالي هم أول ما يحطوا إيدهم على الباب يقدروا أوتوماتيك يلقوها بسرعة. وبعدين زي ما أنتوا شايفين كده فيها سلايدنج كده، اللي هو مجرد إنه يجي فوق ويروح كما لو كان في جايد، يعني مجرد إنه يحط المفتاح من فوق ويعمل له سلايدنج لتحت أوتوماتيك يروح داخل على المكان اللي المفروض يدخل فيه، فهو بعد كده يروح دايس مدخل المفتاح وفاتح بيه الباب. الشخص الرابع قال لك أنا هعمل مفتاح بيحمي المج بتاعي. إيه يا عم مفتاح بيحمي المج بتاعك ده؟ قال لك أصل بصوا بقى أنا في الشغل معايا المج بتاعي اللي بشرب فيه، فالمج ده لما بسيبه الناس بتيجي من زمايلي اللي في الشغل بيروحوا مستخدمينه، فأنا بقرف، أنا ما بحبش حد يبقى بيستخدم المج بتاعي، فأنا هعمل إيه؟ أنا هعمل مفتاح بيقفل المج فأعرف أستخدمه، لكن زي تانك البنزين كده، لكن اجي ماشي اروح فاتح بالمفتاح فاتح المج، فالمج يروح مخروم زي ما احنا شايفين كده، خلاص ما انا شلت البلج اللي قافل بيه، فالمج يروح مخروم، فبقاش بقى المج غير قابل للاستخدام، وبالتالي انا حميت المج، بس المرة دي مش بان انا بقفله، انا بحميه بان انا بفتحه. الحل الأخير أو المثال يعني الأخير قال لك بص، هو إحنا بنحتاج المفتاح ليه؟ إحنا مش بنحتاج المفتاح عشان أقفل المكان ومحدش يعرف يفتحه. فدلوقتي أنا في الأوضة بتاعتي وأنا داخل الأوضة عايز أقفل المفتاح بالمفتاح عشان محدش يعرف يدخل عليا الأوضة بتاعتي. طب إيه رأيك رأيكم لو أنا، هو الناس لما بتيجي تفتح الباب مش محتاجة أكرة عشان تفتح بيها الباب؟ طب أنا هخش جوه الأوضة وشد الأكرة علي فتدخل عندي جوه الأوضة، يعني هو كده هو إيده هنا جوه الأوضة، هو دخل الأوضة وقفل الباب وراح شادد الأكرة، فما بقاش فيه أكرة من بره خالص، وبالتالي تيجي من بره تحاول تدخل ما تلاقيش حاجة تمسك منها الباب، وبالتالي مش قادر تفتح الباب، وبالتالي هو حقق العملية الغلق أو الحماية بكونسبت تاني خالص، إنه هو لغى من أساسه وسيلة الفتح بدل ما يصمم المفتاح. لو جينا قلنا الأربع حلول اللي قدامنا دول، مين في دول؟ انا عايز بس نبقى ابقى شايفكو كده، عايزكو تقولوا لي رايكو مين في اللي قدامنا دول يعتبر روتين ديزاين. افتحوا المايك وردوا عليا. قول يا رؤى. بتاع الجيتار اللي على شكل جيتار.
طيب الجيتار روتين ديزاين، في حد مختلف مع رؤى؟ حد شايف ان في حاجة تانية روتين ديزاين غير الجيتار؟ طيب مين variant design؟ افكركم الفاريانت ديزاين هو ان انا بحثت مشكلات الحل التقليدي ورحت عامل لها enhancement. مين variant design في اللي قدامنا؟ برضو اللي عايز يجاوب يرفع ايده. حسين، مين variant design يا حسين؟ اعتقد المفتاح اللي هو بتاع المكفوفين ده ممكن يكون variant design. تمام كويس. تمام، في مين تاني؟ كان في اروى باين، في حد رافع ايده؟ انا هاخد من كل واحد كده سؤال يعني رد واحد، ممكن يبقى عندك اكتر من رد بس انا يكفيني واحد عشان كلنا نشارك. مين تاني يا شباب شايف ان في variant design تاني؟ لو في يعني، هل في variant design تاني؟ رؤى، اللي بيفتح ازازه البيبسي ويقطع الحبل سوا، السويس كي. في حد شايف في variant design تاني؟ نزلي ايدي كده. عمر، كانوا مكفوفين يا دكتور. المكفوفين برضو يعني انت متفق مع حسين. تمام يا عمر. طيب مين يا شباب adaptive design؟ adaptive design يعني جبنا حل شايفينه في حتة تانية خالص ما كانش له علاقة بالمشكلة بتاعتنا وانا وظفت الحل ده في المشكلة بتاعتي. عايز حد تاني غير رؤى وغير أروى؟ سارة، تفضلي يا سارة. اللي هو المفتاح اللي في المج ده. المفتاح ليه شفتيه فين قبل كده يا سارة؟ لا هو انا ما شفتوش قبل كده في مج. لا يعني. ايوه صح، ما انا بقولك شفتيه فين بقى، ما احنا اتفقنا الفاريانت البتاع ده الفاريانت ديزاين كويس، الادابتف اسف الادابتف ديزاين ان انا بجيب حل بتاع حاجة تانية خالص، فشفتي الحل ده فين قبل كده؟ خزنة او حاجة بمفتاح؟ لا خزنة بمفتاح، لا حاجة تانية. حسام، هو انا ممكن اكون شفته يا دكتور لما بملى البانيو مثلا، بسد ده عشان املى البانيو بشيل السدادة عشان البانيو تنزل المية منه. شبهه، ماشي صح، موافق. سمر، ممكن في الكولمان أو الغسائل اللي بنغزن فيه المية بيبقى فيه حنفية من تحت فبتنزل من تحت. تمام، طبعا انتوا رايح عند دماغكم خالص تانك البنزين بتاع العربية، تيبيكال تانك البنزين بتاع العربية شكله كده، والبتاع ده قربة المية معرفش انتوا يعني ممكن بعضكم ما بقاش استخدمها فبالتالي مش قوير قوي بيها، بس قربة المية تيبيكال المنظر ده. تمام، يبقى زي ما احنا متفقين ان كل ده، كل الحاجات يعني الامثلة اللي انتوا بتقولوها دي حقيقية كلها، كل ده احنا بنتكلم على ادابتف ديزاين. طب اوريجينال ديزاين، في اوريجينال ديزاين قدامي ولا كلهم حلول شفناها بصوره او اخرى قبل كده؟ نورهان، اللي هو الكيلس هول اللي هو من غير مفتاح خالص. من غير مفتاح خالص، ده اوريجينال ديزاين، عمرنا ما شفنا قبل كده حاجه بالمفهوم ده. يعني ايه يعني الباب من غير اوكرا وبشد الاوكرا معايا؟ الحقيقه كل الكلام اللي انتوا قلتوه مظبوط، ده حقيقي فعلا. الروتين ديزاين والفاريانت ديزاين والادابتف ديزاين والاوريجينال ديزاين زي ما انتوا قلتوا بالظبط كده، هم دول الحلول. يمكن كده قربت شويه الفكره عشان نبقى عارفين دايما ان احنا ايه مفهوم كلمه ادابتف ديزاين واوريجينال ديزاين وفاريانت ديزاين وروتين ديزاين. المشكله بقى الرئيسيه هو ان لو بصينا على الديزاينرز هنلاقيهم تقريبا الحلول اللي بتطلع منهم زي ما احنا شايفين كده فوق، نسبة الناس اللي بتقدر تطلع creative products او الاصح الكلمة الاصح innovative products او creative designs قليلة جدا. اللي اكتر منهم شوية اللي بيتعبوا وبيتعبوا على نفسهم شوية، بدل ما ياخدوا الروتين ديزاين as it is لا بيعملوا له enhancement. لكن كتير جدا من الناس ده في العموم بقى بيلجأ الى الروتين ديزاين. طب ليه؟
يعني ليه 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 ده بيحصل؟ ليه نسبة الناس الكرييتيف بيبل ما هياش نسبة كبيرة في العموم؟ ليه مش سهلة على الناس انها تقدر تطلع بأفكار جديدة؟ خلوني أسألكم، انتم ميعاد المحاضرة بتاعتكم مع دكتور أحمد الساعة 10 ولا الساعة كام؟ هي بتبتدي الساعة 10. طيب اوكي، هاخد معاكم جزء صغير كمان، نلعب مع بعض شوية ألعاب كده كويس، ونخلي الإجابة على الألعاب دي أو مشكلة الألعاب دي المحاضرة بتاعت الأسبوع الجاي إن شاء الله. طيب نلعب مع بعض. عايزكم الشكل اللي قدامكم ده تمام انقلوه الأول، وبعد كده حاسب لكم 5 دقايق تحولوا الشكل ده لشكل له معنى تمام، من أول ما حدوث دلوقتي ويبتدي يظهر الكاونتر هتتحسب ال5 دقايق. أنا غالبا هخليها 3 دقايق بس، عشان إيه طبعا زي ما اتفقنا عشان نلحق دكتور أحمد ما تأخرش عليه. تمام كده ال3 دقايق خلصوا، فايه نبدأ نخش على اللي بعده. طيب التاسك رقم 2، هعرض عليكم دلوقتي باراجراف مكتوب كويس، اللي طلبوا منكم كل واحد يقراه جوه دماغه كده ويفهمه. يا ترى هتقدروا تقروا الباراجراف ده؟ برضو قدامكم دقيقة.
طيب نخش على الباراجراف اللي بعده برضو. تقدروا تقروا الباراجراف دون، وخلي بالكم انه هو اصعب شوية. تمام خلصنا. قبل ما هبتدي افسر، كل واحد فيكم يسال نفسه، يا ترى هو لما جه يحل او يقارن اللي هقوله ده باللي هو عمله، يا ترى هو لما جه يحل التاسك دون، لما حلوا حاجه نجمه او حاجه النجمه واضحه فيها، يعني مش شرط نجمة بالذات بس حاجة يبقى النجمة هي الأساس اللي فيها. عايزكم بقى كل ما أقول مثال كده إيه اللي عمل حاجة كده يرفع إيده، كويس، ويدنه رفع إيده. كم واحد عملها نجمة يرفع إيده؟ نجمة أو أقرب ما يكون للنجمة، مفيش ولا واحد، كويس. طيب كم واحد عملها من قار بطة أو من قار عصفورة أو ما شابهها؟ ودننا رافعين إيدينا ما ننزلهاش. طيب كم واحد عملها ديل سمكة أو ما شابهها يرفع إيده؟ احنا كده وصلنا لكم واحد رافع ايده؟ تقريبا 25. تمام، نزلوا ايديكم يا شباب، يعني تقريبا التلت. الحكاية ايه؟ الحكاية كالتالي. الاول خلينا نرجع لبرضو التاسك. التاسك بتاع الباراجراف عرفتوا تقروه؟ اللي عرف يقراه في الآخر سواء البراجراف الأولاني أو البراجراف الثاني يرفع إيده. اتنين بس اللي عرفوا يقروه البراجراف الأولاني أو الثاني. لا احنا كده عندنا مشكلة في ايه؟ كان معلق معلش. صح اوكي انا استغربت جدا اصلا مش ممكن يعني. تمام، رغم ان هو زي ما انتم شايفين كده الباراجراف ده مش مكتوب صح خالص، لكن اللي حصل ايه الحقيقه قبل ما اشرح لكم ايه اللي حصل، غالبا احنا هنخلي اللي حصل ايه ده هنخليه بقى الاسبوع الجاي، لان خلاص كده يا دوبك اسيبكم 5 دقائق تاخدوا شورت بريك قبل المحاضره بتاع الدكتور احمد. الحقيقه ان عقل البني آدم اللي ربنا سبحانه وتعالى حبانا به قوته اللي خلته قادر انه يتعامل مع الكيس دي ويفهمها كويس، هي نقطة ضعفه، هي بالضبط نقطة ضعفه اللي بتخليه من الصعب عليه يطلع حاجة مختلفة في دي. اللي حصل وانت بتقرا الباراجراف ان عقلك او عينك وهي بتقرا في البدايه لاقيه الكلام مش كلام، فالعقل اوتوماتيك كده بسرعه بيحاول يعمل ديسايفرنج اللي هو بيفك الشفره،
هو قدام عارف على طول انه قدامه شفرة، قدامه كلام مش شبه الكلام اللي مختزن داخله، فبيبتدي يحاول يفك الشفرة، يبتدي يحاول يفك الشفرة، فهو بيحاول يقرأ لحد ما يلقط ان طبعا كل واحد بقى بتفرق عنده على حسب عقله شغال ازاي، واحد لقط كلمة هاو فخد باله ايه ده يعني الصفر مكان الاو، يبقى هو مبدل الحروف بالارقام بيزد على الشكل، يبقى السبعة تقدر تبقى تي فاصبحت دي تو، وبما ان كده يبقى الخمسة بقت اس فبقت دي سيرفس اوتوماتيك، مع تالت سطر او رابع سطر بالكتير في الحتة اللي كانت صعبة تمام في البراجراف اللي كان صعب، لان هما تو باراجرافز، في البراجراف اللي كان صعب اوتوماتيك قدر يوجد القاعده اللي هيبتدي يشتغل عليها. فعشان كده من بعد غالبا السطر الثالث او الرابع او الخامس ماكسيمم انت ما بقتش بتفكر وانت بتقرا، انت قادر تقرا اوتوماتيك على طول. طيب اللي حصل ده ايه؟ ده اسمه كريتيكال ثينكينج، تحليل منطقي وتحليل نقدي. التحليل المنطقي والتحليل النقدي هو تحليل مبني على أساس ترجمة الشواهد اللي موجودة قدامي عشان أوجد ما يشبهها في الإكسبيرينس بتاعتي في المختزنة جوه دماغي، وبناء عليه أول ما لقيها شبه حاجة معينة أروح بادئ أشغلها، أو الحاجة اللي قدامي دي أصنفها تحت الحاجة اللي موجودة جوه دماغي وأشوفها من هذا المنطلق. اللي أنا بقوله ده هو اللي خلى العقل قدر يقرأ ده، رغم أنه الحقيقة ما ينفعش يتقري، حقيقة الأمر ما ينفعش يتقري. هي نفس المشكلة اللي بتحصل هنا، إن أول ما بشوف ده عقلي أوتوماتيك بيشوفها هي شبه ايه عدى عليه قبل كده، واول ما يكاتش حاجه شبهها يروح مكملها، فبيبقى صعب جدا على كتير من الناس ان هي تخرج بره النمط المألوف اللي مختزن جوه دماغها بالفعل. فعشان كده ما بيقدرش يشوف الحاجه بطريقه مختلفه عن الاخرين. العقل زي ما اتفقنا في ستيميوليشن بيحصل، في حاجة بتعمل له حث، يعني بتستثيره، حاجة شمها، حاجة سمعها، حاجة شافها بعينه، حاجة لمسها بإيده. يمكن كتير جدا فيكو يبقى ماشي فيشم ريحة معينة يقعد يقول أنا شمتها دي ريحة إيه، دي ريحة إيه. الحقيقة العقل عمال بسرعة يترجم الريحة اللي شافها ويقارنها بالبريكايند سمالز، بالروائح المختزنه جوه في عقل الشخص، يعني عشان يقول اه دي ريحه كذا. لو ما لقاش خالص حاجه شبه الريحه دي هتلاقيكوا دايما بتقولوا ايه، مديه على مقربه من ريحه كذا بس هي مش كذا. هنا مقربه من ريحه كذا بس هي مش كذا، دي هو ده بالظبط اللي العقل بيعمله لو كانت الحاجه جديده عليه، مش لاقي حاجه خالص شبهها يبتدي يدور هي شبه ايه فيفسرها، يفسر الحاجه in relation to الحاجه اللي شبهها. فالحاجه اللي دخلها له داخله للعقل يعمل لها comparing مع البري constructed patterns اللي موجوده جواه اللي مختزنه جواه، فهي حاجه من اتنين، إما إنها حاجة جديدة بس شبه حاجة فيصنفها تحت إنها شبه الحاجة دي فيروح حطتها معاها، هي مختلفة بس هي معاها تمام، يا إما إن هي حاجة عرف يصنفها خلاص هي كذا فيروح حطتها تبع الحاجة اللي هي تبعها. فهو يا إما modifying an existing pattern to construct a new pattern، هي شبه مدية على الريحة دي، مدية على ريحة الياسمين لكن هي مش ياسمين كويس، أو ياسمين على خوخ اللي هو مازال بيموديفاي الاكزيستنج باترنز لكن مش قادر يحط لها حاجة جديدة، يا إما لا هي ريحة ياسمين خلاص، فخلاص هي دي رايحة في ريحة الياسمين، ده ريحة تقريبا تيبيكال ياسمين. وبالتالي بتكون المشكلة لما باجي أطلب منك تاسك زي ده
انك انت بيكون صعب عليك جدا انك تتجاهل العمليه دي، لان العقل متر، ربنا سبحانه وتعالى خلق العقل عندنا عشان يقدر ياخد قرارات سريعه جدا في وقت قصير، ان هو يعمل البروسس دي في لحظات. تخيل انت بقى انت شايف دي بصوره معينه واوتوماتيك عقلك ترجمها وحطها عمل لها كايننج تحت شكل معين، البعض حطها تحت شكل النجمة، البعض حطها تحت شكل البطة أو يعني منقار العصفورة، البعض حطها تحت منقار تحت ديل السمكة، البعض قد يكون حطها تحت حاجة تانية برضو تلاقيها كومن ما بين الناس. الفكرة دايما ان انا عقلي بيبقى فكر ان هو وصل للتايهة زي ما بنقول كده، او وصل للحاجة حل المشكلة، بس الحقيقة هو حل المشكلة الحل التقليدي اللي فيه كتير جدا زيه بيعملوه. بيبقى مطلوب مني انا كمصمم، بغض النظر بقى مصمم معماري او مصمم غير معماري، ان انا اقدر اتمرد على البري كايند باترنز اللي ملزوقه جوه دماغي دي، واجبر عقلي انه يفكر بطريقه مختلفه عن الاخرين ما بيفكروا. ازاي الكلام دون بيتم؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله المحاضره القادمه. كده احنا خلصنا المحاضرة بتاعتنا بتاعت النهاردة، يعني كنت اتمنى انها تبقى اقصى يعني تقل، نقدر نكمل اكتر من كده، بس يعني كده خلاص عشان ما نضغيش على المحاضرة بتاعت دكتور احمد، هنكمل الاسبوع القادم ان شاء الله. لو في حد عنده سؤال يقدر يرفع ايده، طبعا الناس تنزل إيديها، الناس اللي كانت رفع إيديها عشان قبل كده، اللي رفع إيده بس هو اللي عنده سؤال عايز يسأله. يومنا تفضل يا يومنا. هو أنا نزلتها بس هي كانت معلقة. أوكي شكرا يا يومنا. مرهان، انا برضو منزلها بس هي معلقه برضو. ماشي اوكي خلاص، شكرا ليكم يا شباب. كده مفيش حد رافع ايده، اراكم على خير الاسبوع القادم ان شاء الله. طبعا يوم الخميس الجاي كويس، احنا عندنا في الديزاين زي ما قلت لكم هيبقى جايين معانا، ده انا قلت لكم من قبل الميدترم كويس، جايين معانا اول شغلنا في البروجكت بتاعنا، هتبقى جاي محدد ايه السوشيال بيهافير اللي انت هتبقى هتشتغل عليه المشروع بتاعك، هتبقى جايب معاك سامبل او مثال لبافيليون او قاعة عرض انت معمل لها اناليسز، طبعا كفرجة على الأمثلة السابقة يعني، وجايب معاك الفكرة الكونسبت اللي انت، الفكرة اللي هو اللي انت عايز تقوله في المعرض بتاعك ده. انت هتجيب مثلا واحد قال روح التكافل، اوكي ايه بقى روح التكافل دي، ايه اللي عايز تقوله فيها، يا ترى انت هتبقى بتعمل awareness ولا هتبقى بتعرض المشاكل من وراها، لو افترضنا ان هي حاجة انت عايز تعرضها بصورة مثلا انك عايز تقول انها ما بقتش موجوده، وبالتالي انت بتعرض اسبكت نيجاتيف مش حاجه بوزيتيف يعني، او انك انت بتعرض بوزيتيف. هيبقى ديسكشن على الفكره بتاعت كل واحد فينا وهو ناوي يعمل ايه ومدى مناسبتها. طبعا مش بتكلم هنا على التصميم المعماري بقدر ما انا بتكلم على الفكره اللي انت هتعمل لها تصميم معماري بعد كده. اشوفكم على خير ان شاء الله في يوم الخميس طبعا في السكشن، وبعد كده يوم في المحاضرة يوم الأحد. السلام عليكم.